تفكر ليش هم سووا علي الحملة هذه؟ تدري مرة أحد المحامين شو قال اللي رفع علي القضية؟ قال في مجلس المحامين في أبو ظبي، قال أوكي إحنا خسرنا القضية وصح وسيم ما انحكم، بس كافي إن أبعدنا عن الإعلام. هذا هدفهم الأول، كان إبعاد وسيم عن الإعلام. ما يدري إن الله سخر لوسيم كل وسائل الإعلام. لو أراويك عروض التلفزيون اللي تجيني الآن، بس لولا مرضي. ما يعرف إن الله عز وجل فتح 1000 باب لوسيم. ما يعرف إن الله عز وجل تيك توك لوحده أقوى من 1,000,000 شاشة. فهم هدفهم، ليه المشايخ الدين هاجموني؟ ليه مشايخ الدين سووا حلقات ضدي؟ ليه؟ دكتور يريدون يبعدون على الساحة حتى هم يبقوا الدين باسمهم، حتى تطلع الفتاوى من تحتهم، حتى يطلع الدين. ما يريدون شيخ دين يتكلم مع الناس البسيطة، ما يريدون شيخ دين يطلع يتكلم ببساطة مع الناس، ما يريدون شيخ دين مثلي يلبس فانيلا وكذا وينقل للناس مرض ووجع ويتكلم ويضحك مع الناس ويعلمهم الدين ببساطة. لابد ألبس بشت وعباءة واطلع منبر وعصب وامسك عصا وكذا حتى أبين أن الدين له هيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على ظهر الحسن والحسين ويحبو عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مزح مع امرأة، قال لا تدخل الجنة عجوز، يمزح معها فبكت المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وجعل اليوم للنساء يعلمهم دينهم. ما يريدون هذا، هم لابد أن تخرج الدين من تحت عبائتهم. لابد من يتصدر للناس للدين لابد أن يخرج من تحت عبائتهم. لماذا؟ حتى يبقى الدين كما يريدون، لأن أي إنسان يخالفهم يخرجونه من العباءة. وسيلة دكتور، والله وسيلة. لهذا السبب عرفت ليه يا جموع، عرفت ليش كان هدفهم بعد وسيم يسمع الإعلام؟ ما يدرون وسيم الحين فضي وجالس لهم. قاعد له قاعد على قلبكم قلهم. لا والله يخسون، والله ما أتشرف، بالعكس هم اللي لاحقون. أنا عمري ما لحقت حد. والله دكتور هذول يعني ما ينقال اصلا عليهم شيوخ، يعني حرام الواحد يقول شيوخ. اكو مثل، اكو كلمه تنقال بالعراقي يقول لك محامي بلا جنطه. اي والله هم محامي بلا محكمه. اي